عمي جمال الزيتون تاعو بزاف بنين ما فيهش الملح وكما انا عندي من غاستري دونك جو مفيرمي نشري غير من عنده باسكو الزيتون المالح الاخر يضرني في الاستومات تاعي. جمال يحمل برودوي تاع الزيتون ويدير له لا بلو فالي يدير له الاضافه كل حاجه تكون ديروها الاضافه نحكموا التمر ديروها اضافه نحكموا لافيك دي باربا يديروا الاضافه هو يلفي ليفور هو يخدم يلفي با دو لاشارمونت ماشي يبيع ويشري برك يحكم الزيتون يدير لي زانغريديون يدير لي زيبيس ويدير هذه النوعيه اللي كتشوفي فيها اباز دو اباز دوليف. جمال زواتني كما يحلو للبعض تسميته مبتكر عده وصفات لتحضير الزيتون وبكل انواعه. فكر في وصفات علاجية تليق بأصحاب الأمراض المزمنة فكيف جاءت الفكرة يا ترى؟ جات لي فكرة واحد المرأة عجوزة كانت بدوة جزا حبيت تاكل الزيتون قالت لي ما نقدرش مالح بزاف طلع لي لاتونسيون وأنا ثم جات لي الفكرة نحي الملح تاع الزيتون وندي صاليه وندي له الأعشاب زيت الزيتون والأعشاب. نعطيكم مثال هذايا بالفليو عندي هذايا بالثوم والحبق عندي هذايا بالزعتر والقارص وعندي هذا الخشين هذايا بالزعتر وزيت الزيتون. ولجمال ايضا ذكريات مع المستهلكين. هذا ممثل فرنسي جا تجوز جوج حلقات هنا تاع احمد الباي وجاز منا من المارشي عجبته طابلاتي عجبته جا ريح هنايا دوقته ريح واحد الساعه ويدوق في الزيتون تاعي في لي جونشوا في لي تابونات قال لي فريمون كونتينيو ترافاي كوم سا. 12 سنة وجمال يمتهن مهنة تحضير الزيتون وترقيده بابتسامة لا تفارق محياه فهو يسعى جاهدا لتطوير هذه الحرفة وتسليم المشعل لأبنائه بعد عمر طويل بحول الله.